ودلوقتي هنشوف اكسكلوسيف انترفيو مع المطربة وعد البحري. وعد البحري معروف انها اعتذرت الفترة اللي فاتت، لكن هي راجعة بمفاجأة. يا ترى ايه المفاجأة؟ تعالوا نعرفها مع بعض. النهارده بتنورنا وتشرفنا مطربة اختفت عننا شوية لكن راجعة من تاني وراجعة بقوة. هي المطربة الجميلة وعد وألبومها الجديد فرحتي بيك، بنحتفل معاها النهارده. ألف ألف مبروك حبيبتي. الله يبارك فيكم يا رب، وميرسي ان انتوا جيتوا النهارده ونورتونا. فرحتي بيك فرحانة بمين؟ أنا فرحانة أولا بأن احنا كعالم عربي يعني بقت الدنيا لذيذة وجميلة، الدنيا هديت. أنا بطبعي بحب الفرح، وطبعا رسالة الألبوم يعني الأساسية هي دعوة للفرح والتفاؤل عشان نبقى كلنا بخير. زي ما بقولك تفائلوا خيرا تجدوه، فدي رسالة الألبوم الأساسية. تفاؤل ومرح، حاسين جو صيف كده وجو جميل وتشيرفل كده. انا بحب الصيف جدا يعني اكتر من الشتاء طبعا. وبحب انا كمان شخصيا بحب احتفل بالصيف جدا. فرحتي بيك 10 اغاني، تكلميني اكتر عنهم. الاغاني حاولت ان انا اعمل الالبوم ده عامل فيه تنويع ما بين المودرن وما بين الرومانس وبين شويه يعني شويه دراما. مين الشعراء والملحنين اللي اشتغلتي معاهم او كنت مهتمه ان انت بعد رجوع الفتره دي تشتغلي معاهم في الالبوم؟ انا بصراحه انا بشتغل مع كل الشعراء وكل الملحنين، بس انا شخصيا بحب الاغنيه الجميله، يعني الاغنيه اللي بتلفت نظري بحب اخدها. طبعا انا تعاملت مع 3 موزعين، عمرو عبد الفتاح، اسامه عبد الهادي، واحمد عبد السلام. وطبعا كشعرة تعاملت مع طبعا عشان عايزه اقول اساميهم عشان برافو عشان ما ننساش حد. ما ننساش حد. إيه المذاكره كويسه. لا عشان ما حدش، بس عشان ما شاء الله هم ما شاء الله يعني عدد كبير اشتغل على الالبوم ده. طبعا الالبوم ده كلمات تعاملت فيه كشعر مع ناصر الجيب ومع احمد الجندي مع محمد الغنيمي ومع هاني سارو احمد شتا ومع كمان وائل توفيق. كان ملحنين تعاملت مع مدين وعمر جلبط وشريف الوسامي وعمر حليم، حسين محمود، مصطفى محفوظ، واحمد محيي، ومعتز امين. قلت عمر حليم مش كده؟ اقدر اقول ان انا من الاسامي اللي بسمعها دي انا حاسه ان كل اغنيه مختلفه. اكيد طبعا لسه في طبعا. وكمان كميكس وماسترنج كان ياسر ما بين ياسر انور وفادي التمساح، وماسترنج اسامه الهندي. وطبعا كان الانتاج بشكل عام لاحمد البنا. طيب رجوع بعد فتره طويله، اكيد كنت مهتمه ان انت تعملي البوم منوع عشان تقول الناس انا راجعه وراجعه بقوه. ايه اهم حاجه كنت مهتمه ان انت تحطيها في الالبوم ده؟ كنت يعني نفسي اكتر ان انا يكون في الالبوم مع اغاني فرفشه اكتر. ريتماتيك اكتر. الشعب بنحب النكت شويه برضه. ايه؟ بنحب النكت اكتر برضه. في نكت في الالبوم. في نكت. طيب لو هنقول مثلا الاغاني اللي فيها شجن شويه هتكون اغنيه ايه في الالبوم؟ الاغاني اللي فيها شجن شويه في الالبوم. الاغاني اللي فيها شجن طبعا عندك غير اي حد. و تعبت قلبي فيها نكت ونسيت انامي. اوكي. ثلاث اغاني كده؟ يجوا ثلاث اغاني اعتقد. ثلاث اغاني